إلى تذكيري بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يبحث مع الأمين العام لمجلس الوزراء الاستحقاقات المالية للمشاريع الخدمية ودفع تعويضات ضحايا الإرهاب. السبت المقبل جلسة تصويت على حكومة السودان من 22 وزيرا، يبعدها التوافق القديم ويجنبها التصادم مع الصدر. ربع سكان العراق تحت مستوى خط الفقر، وخمس شركات خاصة تنهب 2,500,000,000 دولار نقدا من أمانات الضرائب. ومطرب شعبي يقتحم طقوس الاصطفاف الصباحي بمدرسة ابتدائية للبنات ببغداد، والتلوث البيئي والعنف الأسري يقتحمان المجتمع بصمت. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.